السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. نعاود لكم واحد الحصة درتها تاع كسبنا أعداء في القارة السمراء يتعدى الخطوط الحمر، يعني وشاهدنا وين اتهامات خطيرة يعني من طرف يعني بعض، وين داروا لوحهم صحفيين موثوقين، داروا لوحهم يعني خاصة في بعض البلاطوات يعني وين كانوا اتهامات باطلة، اتهامات بدون أدلة، اتهامات بدون أدلة. اليوم نخسروا ونزيدوا نخسروا. نهار اللي كنا نقولوا لكم في الصيف، في هذا الصيف كنا نقول لكم يا ودي استعقلوا، يا ودي روحوا جيبوا رجال يرجعوا يقطعوا هذا الناس، كما التصريحات تاع المدرب المشرف السابق على المنتخب الوطني في رمضان، يعني في حالة غضب ولا في حالة يعني بيع الأوهام ولا في حالة يعني سموها كي بغيتو، وين كان يعني وين اتهامات خطيرة. احنا اليوم واجب اليوم يعني والعالم مشدود بعد يعني، والناس كاع يشوفوا في الاحتفالات تاع الارجنتين، والناس تكلم على الارجنتين وين وضع نقاط نقطة النظام للنظر في تدعيات التهريج الإعلامي والجماهيري في قضية صنعتها عنوة مباراة وحذر بسببها الكاميروني سامويل إيتو من مبالغة تحويل لعبة كرة القدم إلى الدم في حال إسقاط حرف ق. يعني نقولوا باللي اليوم ورانا نشوفوا بأن يعني في حالة يعني في حال إسقاط حرف قاف يعني القص عن كرة القدم. احنا ونحن على مشارف سنة 2023 تكون قد مرت يعني السنة يعني نقولوا أربع يعني سنة على قضية إقصاء الجزائر من مونديال قطر، مونديال الأحلام الذي أدخل الشعب برمته في كابوس لا يبدو له نهاية، كابوس تبنته الجماهير على الرحب والواسعة، بل وانتشت الأيام والأسابيع والشهور بمرارة نظرية المؤامرة والتي تم تسويقها من جانب سواد الأعظم من الإعلام الجزائري ومن متاجرين بأحلام الجزائريين على صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب بمستوى قمة في الانحطاط، يعني قمة في الانحطاط. يعني اليوم راكم تشوفوا يعني قولوا لهم يقولوا لكم على الماتش اللي يتعاود ولا كاين حقائق ولا كاين ادله، لو كان عندهم صح ادله يعني خرجوها، يعني يدير لك في تيت يقول لك شاهد حقائق قاسامة بصح ما كاش شاهد حقائق قاسامة، قلت لكم يشاهد حقائق قاسامة. تجارة الوهم او ما تغيب يعني الصوت امام تغيب الصوت، العقلاء والحكماء خرجت عن السيطرة وطلقت يعني ضوابط وقواعد فرضت نفسها الى حين في مرحلة حساسة تدخلت خلالها السياسة مع الرياضة مراحل الظل فيها كعب يعني الجزائر عاليا بالفعل قبل القول مثل ما يبرزه تصويت الجزائر على ملف المغرب لاحتضان مونديال يعني 2026 في وقت صوت العديد من الأفارقة على ملف أمريكي تحت ضغط رئيس سابق يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترامب، مغامرون بصفة ناطق رسمي، والآن ناطق الرسمي باسم بلاد لم يكن يوما لأنه يسطو على مغامرون من خارج الإطار الرسمي، فإن موقف الجزائر من قضية الاعتداء على الصحفيين الجزائريين بالكاميرون خلال كان ارتقى إلى مكانة حقيقية للبلاد، فحضرت لغة العقل من الرسميين الجزائريين من خلال جذب بأن الأمر حادثة معزولة بغرض قتل أي فتنة محتملة بين الشعبين الجزائري والكاميروني في المهد، يعني فما خرجوا ناس قال لك ما كان والو طاب 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 بلعوها. طيب اليوم ونحن نسير على النقيض الأمم المنتشية
بمباريات كأس العالم ومنبهرة بتنظيم قطر للحدث ومهتمة أكثر بمفاجآت مونديال العرب، نكون قد اخترنا طوعة أو بلا وعي كسب أعداء في القارة السمراء، بل وهو هوس تجاوز كل الخطوط الحمراء الواضحة حيلة مرضية على ما يبدو مستعصية تهدد مصالح الجزائر ونهجها السياسي في إفريقيا. من الصادم أن ينظر العالم إلى الجزائر من زاوية من أقسم بأن الماتش يتعاود حتى قبل أسبوع من انطلاق المونديال دون منتخب، يعني ويندون المنتخب الجزائري شأن أسبوع قبل يخرج لك أنت مكلف بالإعلام، يعني إيطاع مكلف بالإعلام يقول لك الماتش أنا قرعوا الفيفا تردنا هنا شتايرة. ومن العيب أن يكتب صحفي سعودي عن حادثة محاولة تجريد سعودي من عالم مغربي بقطر، ومن مؤسف أيضا أن يبلغ ملاحقة الكاميرونيين في كل مكان حد دفع إيطو للتهور والاعتداء جسديا على شخص كان على ما يبدو يعني يبحث باسم حب الجزائر على مصر، هكذا سيناريو لكسب الشهرة على حساب الجزائر ولو بتلقي لكمات يعني في الوجه. ثم أن قضية قاسامة عاشت وعمرت في يوميات الجزائريين بارتدادات دولية بنفس ارتدادات قضية الحاكم يعني القاسامة، وين يشهد علينا العالم على تبليغه يعني بقول بأن حذاري من تجاوز خطوط الحمراء. والآن قضية المباراة التي أدارها الحاكم قاسامة وشهدت إقصاء دراماتيكي للجزائر أمام كاميرون، يعني بالأحر الأحلام متواجدة في المونديال العربي كان لهم وانبحر أحلام تواجد في المونديال العربي كان لهم واقع شديد على الجماهير الجزائرية بنفس شدة قوة الزلزال، فإن الانزلاقات الأولى خاصة من المدرب السابق كانت بمثابة خارطة طريق خاطئة. هي وبقي أن ننشر ومعتدي عليه بسبب استفزاز باستثمار حتى في صورته الملتقطة بعد حادثة إيطو مع السفير الجزائري بقطر، إلى أن الجزائر مقبلة على استضافة الأفارقة بأراضيها بمناسبة تنظيم الشان، ومن بين ضيوف تجد منتخب المغرب والكاميرون، وقد يعني كان للحطب الذي وضعناه ومنذ أشهر أن يعني استغلاله رواد التواصل الاجتماعي من الكاميرون، بل واستمروا فيه لإشعال النار الفتنة والترويج منذ أن إلى ضرورة مقاطعة الشعب الجزائري، حتى أن الانحراف المتواصل والمونديال على وشهدنا نهاية المونديال بانتهائه بمنح فرصة لهؤلاء من أجل فتح ملفات قادمة إقامة الحجة على الجزائر مثلما يبرزه بوضوح تذاكير بمقتل لاعب كاميروني يعني إيبوسي بالجزائر. شو كيفاش وين نقولوا باللي هذا خاصة المدرب السابق والآن وين وقد اتخذت ملاحقة يعني كوتش للحاكم قاسامة بالمطار الجزائري الدولي أبعاد خطيرة، بدليل أن تصريحاته صدمت الرأي العام الدولي يعني، والتي قال فيها لم أتحمل رؤية قاسامة في المطار وهو يأكل الحلويات بعد الذي فعله، لا أقول بأنه يجب قتله، وقد كانت تصريحات هذا المدرب وقتها بمثابة الضوء الأخضر لمجموعة من متاجرين بأحلام الجزائريين لكسر كل القيود الانحراف، نقول كسر كل قيود الانحراف والانسياق وراء ترويج لنظرية المؤامرة. فجاء التجمع أمام مقر الفيفا لاحتجاج على استبعاد الجزائر من المونديال وتلوة اكتساح مقر الاتحاد غومبيا، بحث عن قاسامة للاعتراف بتلقي رشوة وإنهائها باستفزاز إيطو نفسه في قلب مونديال والذي انتهى بأول اعتداء. يعني شو كيفاش ما درنا والو، التجرؤ على القرآن الكريم على كتاب الله يعني القرآن الكريم شو كيفاش ما درنا والو، قعدنا في بلاصتنا خسرنا كل شيء، كسبنا أعداء في القارة السمراء، هذه نقولها لكم ونعاود
انا نقولها لكم ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني يدير ابوني معنا وربي يحفظكم صحيتو خاوتي.